دكتور عبد الله عبد العزيز بهنسي، استاذ ورئيس قسم امراض البطنه بكليه الطب جامعه المنوفيه. وسعيد النهارده ان انا بتكلم معاكم في وقت بسيط على هامش مؤتمر الحادي عشر لوحده امراض السكر والغدد الصماء بقسم البطنه بطب المنوفيه. ورسالتي الى الزملاء الاطباء والزملاء الاطباء من المتخصصين في امراض البطنه وامراض امراض البطنه وامراض الغدد الصماء والسكر، يعني ان هم يحاولوا يسيطروا على مرض السكر بكافه الوسائل، كافه الطرق المتاحه، منها الوسائل الغير علاجيه مثل تظبيط وزن المريض وممارسه الرياضه المتوسطه التي تناسب كافه الاعمار، وهي المشي لمده نصف ساعه يوميا، والوجبات المعتدله بعيده عن الدهون والوجبات السريعه، ثم استعمال الادويه التي ثبت علميا انها تسيطر على الهيموجلوبين A1C اللي هو المعيار لتظبيط السكر. من هذه الادويه وناقش المؤتمر هذا الدواء باستفاضه هو الميتفورمين. والميتفورمين هذا دواء قديم جدا يتم استعماله منذ اكثر من 70 سنة. وناقش المؤتمر واستعرض عدة أبحاث ناقشت كافة فوائده، وثبت من هذه الأبحاث أن هذا الدواء متعدد الفوائد على بالنسبة للسيطرة على نسبة السكر في الدم والسيطرة على نسبة الدهون في الدم والحماية للأوعية الدموية والحماية من السكتات الدماغية. كما برضك ثبت ان هو هذا الدواء قليل الاعراض الجانبيه، حيث انه لا يؤدي الى انخفاض السكر بطريقه تهدد حياه المريض، ولا يؤدي الى تاثير على القلب او الاعضاء الحيويه بالنسبه للجسم. وبالتالي يوصى استخدام هذا او اوصى المؤتمر باستخدام هذا الدواء كخطوه اولى ل علاج السكر أو للسيطرة على مستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى تعديل العادات الغذائية للمريض. ثم بعد ذلك إذا لم يتم انخفاض السكر إلى المعدل الآمن يتم إضافة أدوية أخرى بناء على ظروف وطبيعة وحالة كل مريض. أيضا ناقش المؤتمر الأدوية الحديثة الجديدة التي تم اعتمادها حديثا من FDA مثل الـ SGL2 inhibitors والـ DDP4 inhibitors والـ GLP inhibitors. وكانت هذه الأدوية ما زالت لها ما لها وعليها ما عليها، وهناك عدة يعني ملاحظات على استخدامها. فنحن في هذا المجال لا بنقول استعملوها على نطاق واسع دون تمييز أو لا تستعملوها، ولكن يتم استعمالها بطريقة مقننة وبواسطة السبيشاليست أو المتخصص في هذا المجال، ولكل مريض حسب حالته. ويتم أيضا الاطلاع على الأعراض الجانبية لهذه الأدوية والاطلاع على النشرات الدورية التي تصدر بخصوصها، لأن أي دواء جديد يمكن أن تظهر له أعراض جانبية غير متوقعة، وبالتالي يمكن تفاديها في الوقت المناسب. وأخيرا نتمنى للجميع التوفيق.